بالبلد وبنواحي البلد، الجيران اللي حوالي كمان بيدعوني للعرس. بقناة مالك مكتبي الرسمية على يوتيوب. جماعة مثل بأفضالك أولادي بتونس أنا وياهم، بيجوا بيسألوني سؤالين بينبسطوا الحديث، لما بيستوعبوا مني يعني شو بياخذوا سؤالين عن الزمان. وبتضيع بتضيع يعني الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية بتكون موجود؟ كل شيء بحضره. بيطلبوا الكبير لأن كبير الضيعة بكون موجود، يعني حضرتك دائما موجود بالمناسبات الاجتماعية؟ دائما بكل مناسبة بالأول. بالاول انت بتتصدر الجميع، بتروح مثلا على 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 عرس، بتروح بتطلب بنت لحدا بالضيعه؟ دائما بالبلد وبنواحي البلد، الجيران اللي حوالي كمان بيدعوني للعرس. كيف بتروح بتطلب صبيه؟ كيف بتطلب صبيه عم؟ واذا بدي اطلبها من بيا، يعني اذا طلبناها من بيا لشاب ادمي، شو بتقول له لبيا العروس؟ شو بتقول له لبيا العروس؟ شو بنقول له اذا بيتكرم علينا الصبية لها الشاب؟ وبقول لك ايه وبتقوله مبروك؟ طبعا بخاطرك بامرك، انت جد العيله وجد البلد، واللي بتقوله ما بصير اثنين، ما بيراجعوني ابدا. عم الذاكره بعد قويه الذاكره؟ الحمد لله. من اي من بعد الاتراك اللي كانوا يحكون بعد بيحكيهم. اي مرحله اهم بتعتبر بتتذكرها وبتعني لك اكثر شيء من تاريخ لبنان؟ كلها، يعني انا عاشت بدور شمعون، بدور اي واحد، اي زعيم، بالحكم العثماني، بالحرب العالميه، كله عشته. يعني عشنا بهيني وبهدله. شو اصعب شيء بالحرب العالميه الاولى كان؟ ما كانوا ياخذون على اليمن، ياخذون وين ما كانوا، ما يرجعوش. انا من حمد الله ما رحتش، ولو رايح كنت مت واسترحت. الله يطول بعمرك. عم غانم تتذكر هالمراحل كلها؟ انا كنت مخبرات. اوف ايه، وين انت؟ كان عمري 10 سنين كنت مخبرات. كيف مخبرات؟ كيف؟ بدهم يجوا يكبسوا الضيعه تيفتشوها. مين هن؟ مين هن؟ على أي أيام عم نحكي؟ أيام تركيا، بدها تروح أطراف. تركيا وتجي فرنسا. إيه إيه، بدهم يجوا يفتشوا الضيعة، مين ضدهم، مين معه صلاح، مين كذا. يجوا لعند المختار. المختار بده يعطي خبر لغيره. فأنت كنت أنت ما كان في تليفونات. أنا كنت ولد ما عندي، كنت مخابراتي. يقولوا لي تاخذ الورقه للمختار، ايه نعطيك تك او برغوت. البرغوت والتك يعني عمله تركيه. اوف ايه.